يعذب أولاده بهداك اليوم أنا تخليت عن ابنك المخمور، بس لأنه حياة أولادي كانت بخطر كبير. قولي لي شو رحتي عملتي أنتي كرمال شوفت حالك قدام العالم؟ دمرتي عيلتك. برافو عليك يا دورجا ديفي، هيك بيحموا العيلة. برافو عليك، برافو. انتي كيف تجرأتي؟ أنا تعذبت بهالحياة لأني بعدت عن أولادي، تعذبت بالصدمات الكهربائية، تحملت كل الإهانات، وإنتي ما تحملتي حقيقة بسيطة، حقيقة إنه ابنك تعود يضربني، لأنك إنتي يلي قلتي له يضربني وكان فيك توقفي عن ضربي لو بدك، بس إنتي ما عملتي هذا الشيء، ضليتي عم تنسي هالحقيقة، بس أنا ما رح أسمح لك تنسي هاي الحقيقة أبداً. كل هالظلم يلي ظلمتيني إياه لحد اليوم أنتي رح تتحاسبي عليه حساب عسير. استني الحساب يا دورجا، أنا هلأ رح أخبر أولادي عن هاي الحقيقة البشعة كلها، رح أفضحك حتى قبل ما يحاسبك القدير. ليش ما أظهرتي هالشجاعة بوقت أبكر من هلأ؟ رح يكون شيء كتير ممتع لنبلش نلعب مثل هاللعبة. هاللعبة يلي عم تلعبيها خلص وقتها ومن زمان كتير، وهلأ وجودك انتي ما إلو أي فايدة. بدك تكشفي حقيقتي؟ عم تقولي هيك لكان؟ هاد إذا ضليتي انتي عايشة لتقدري تكشفي حقيقتي اللي حكيتي عنها. الرقصة تبعك كانت كتير حلوة. تعلمت الرقص من برنامج الرقص. أخوكي تعلم من برنامج ساني دويل. خلاص كارتك اشكي قولي لي انت منيحة. احكي. يا ربي شو رح أعمل؟ قل له الحقيقة أو لا؟ فيكي شي؟ عم فكر ليش بس عم تلف الدنيا فيني؟ دايخة كتير ما عم بعرف شو صار لي. انتي حاسة بدوخة؟ ايه؟ عملتي تحليل سكر اليوم؟ قولي لي عملتي؟ لا ونسيت اخذ الدواء تبعي وما اخذت جرعه الانسولين. طيب يلا يلا تعالي نروح على البيت. يلا كارتيك اخي سبقوني انتو، انا رح ادفع الفاتوره، بجيب راجو سونالي معي. سبقونا انتو. يلا يلا. اسفه يا هم لاني استخدمت حبك بطريقه بشعه، بس ما عندي خيار تاني لانقذ امك، لهيك كان لازم نرجع على البيت مشان ننقذ امك باسرع وقت. فينك توثقي بكل العالم بس ما بتقدري توثقي فيني ابدا، وهلأ انتي ارتكبتي غلطة عمرك يا شاطرة. لانك جربتي توثقي بدورجا انتي كنتي غبية ولساتك غبية. هالمرة ما رح استسلم بدون ما اقاتل واربح. اصبري شوي رح نوصل لا تخافي. يا ربي احمي امه لاهم بس لنوصل على بيته، احفظها لنوصل يا رب يا رب. هي ما رح تقدر تنفذ مني، لازم نخلص عليها وننهي حياتها. امسكوها.
لعبتك انتهت سافيتري. خذوها من هون. لا. بولا. ستي. ستي افتحوا. بولا. برأيي مبين إنه ما في حدا بالبيت. ستي ضلت بالبيت ومع بولا كمان. ستي. وحتى لو أهان شافني هون هلأ مستحيل يصدقني إلي. أنا لازم أهرب من هون. استنوا، تركوها، خلوها تروح. طلعوا من الباب الخلفي. يلا بسرعة، يلا. أهان إذا عرف شيء خطتي بتروح على الفاضي وبنتهي. ستي كارتك بسرعة روح فوت على المطبخ من الباب الخلفي وافتح لنا هذا الباب من جوا. ايه بولا. ستي افتحي لنا. ستي نعم. ستي عم دق، ليش ما حدا فتح لنا ولا حدا رد علينا؟ آسفة حبيبي بس أنا كنت نايمة. اشكي شبه اشكي الغبية خربت لي كل خططي. أهان أنا صرت منيحة. شبك متوتر؟ أعطيني إيدي. عم قلك منيحة. خلص اشكي. بس أنا منيحة أهان، أنت قلقان كتير بلا سبب. أعطيني الإبرة أنا باخدها. ضلك تصرفي بعناد وعبري عن غضبك بس ما بقى تأذي حالك. بس قلي لي ليش عم تعملي كل هذا الشيء؟ حتى انك ما عم تاكلي. اشكي انا ما عم اقدر افهمك نهائيا، كأنه ما عندك شغل غير انك تعنديني. ضروري ضل عم نبهك يعني وقول لك لازم تاكلي وانك تديري بالك على حالك؟ عم احكي هالحكي لمصلحتك. خلص سجل لي البهدله بعدين بتسمعني اياها ولا رح تكمل؟ رح انزل اعمل لك كاسة عصير. خليكي هون لا تتحركي. كيفك رجعتوا بكي؟ ستي مرت اخي كانت تعبانة لهيك رجعنا. اشكي الغبية بتضل تخرب لي خططي دايما. بولا. بولا. بولا بعدته مشوار ابني. طيب. شوفي. بدي اياه يعمل لك كاسة عصير لاشكي. ليش كل هاد متوتر؟ بولا بيعملوا بس يرجع. أنا ما بقدر استنى لوقت ستي، رح أعمل له أنا. أخي أنا رح أعمل له عصير. لا حبيبتي أنا رح ساوي له العصير، هاد أقل شي بعمله لمرتي. مرحبا خالتي. ما شفت الأمل أهان هون بالبيت، هي وصلت لعندك شي؟ لا ما إجت لهون إشكي، وأنا قلقت عليها كتير. أختي السوداء ليك سافتري إجت؟ تمام تمام، أنت اعتني فيها هلأ وأنا بحاكيكي بعد شوي. أختي السوداء سافتري 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 تعالي ادخلي. يا قدير يا رب تكون منيحة. اوه طبيعي اللي صار. شكر للقدير وصلوا أهان وإشكي على الوقت، لو ما وصلوا كنت مدد. سافتري إيدي سافتري إختي
انت بخير وامال، لا تخافي من شيء، ما حدا بيقدر يأذيكي طالما انت هون. خلص اهدي. هي كانت لعبه منها وكانت بدها تقتلني، لهيك قالت لي روح لهنيك. لا تخافي سافتري، كل شيء رح يصير احسن. وقت طلعتوا من البيت كانت إشكي تمام ومنيحة، كيف تعبت فجأة؟ إشكي نسيت تاخد إبرة الإنسولين لهيك تعبت وداخت اليوم. وليش عم تعمل كل هاد؟ وليش كتير قلقان؟ إذا هيك القصة أنت الرجال حبيبي. أهان الرجال ما بيصير يشتغل بالبيت، إشكي بتعمل عصير إلها، هي بتجي على المطبخ مو انت ابني. انت ما بتعرفي وضعها. بتعرفي؟ قولي. طيب كيف فينك تقولي ان معنا مريضه كتير وانا عم قلك انه نسيت تاخد الدواء وحست بدوخه وغباشه عيون، لهيك رجعنا على البيت وبدك اشكي تعمل العصير؟ ستي انا بعرف انك ما بتحبيها بس اليوم هي مريضه، فيكي تتعاطفي معها شوي. ما حلو الشاب يوقف بالمطبخ، تعلموا هالشي ما حلو وما بيصير. ستي معها حق. آسفة ابني، ما كان المفروض إنه أحكي هيك حكي، بس يعني تعرف أنت ولا مرة سمحت لك تدخل على المطبخ ولا مرة شفتك عم تشتغل هالشغل، لهيك ماني مرتاحة. الشباب ما بيصير يشتغلوا بالمطبخ كرمال يضلوا مرتاحين لبعدين وما يتعبوا أبداً. هلأ إشكي تعبانة وإنت لازم ترتاح. صحة إشكي هلأ أهم من راحتي أنا يا ستي. صحة أهم شيء بالعالم. ما عم أعرف صب العصير، كيف يشتغل هاد؟ قلت لك ما رح تعرف، شيل الغطا من فوق. عن جد صرت تحت أمرتها وسيطرتها. فطورك يا حبيبتي، رح تضلي اليوم بالبيت، ارتاحي وابقي هون وما رح تروحي محل ولا رح بهدلك حتى. استاذي بالمدرسة ما كان هيك. عن جد اصلا كان لازم يكونوا هيك لحتى يقدروا على بنت عنيدة مثلك. هاي انت هيك. ارتاحي وما تطلعي، اتفقنا؟ عم تحكي وكأنه رح بلش نط بس تطلع من هون. انا تعبانة يعني اكيد رح ضل هون وارتاح. أهلاً إشكي. وينك حبيبتي؟ سافتري تعبانة كتير
وأنا مو فهمان الشي، لازم تجي لعندي بسرعة. دكتور طمني عليها، شو صاير معه؟ خليني أفحصها بس، أعطيني شوية وقت، بسرعة. شو عم يعملوا هدول هون؟ مين؟ مين مع إشكي؟ أنا ما بعرف مين بتكون، بس بتوقع إنه بتقربها لإشكي، لهيك لا تستغربي إنه تجيبها على المشفى، وشكلها قلقانة عليها كتير. لو سمحت لوين أخذوا المريضة اللي جابوها هلأ؟ مدام هي هي المشفى، كل خمس دقايق بيجي مريض وبياخدوها على قسم. أعطيني اسم المريضة لقلك بأي قسم هي. رح شوف كل اسم وكل شخص وكل غرفة لحتى أعرف مين هي. انتي ليش عم تدوري بالغرف؟ هالمرة ممكن تكون وحدة من قرايبينا، ليه انزعجتي؟ بس إشكي ما عندها حدا غير قرايب خالتها. إذا هي ما بتقرب خالتها لإشكي لكن مين بتكون؟ وإذا هي مقربة كتير من إشكي، ليش ما شفناها من قبل؟ ليش ما حضرت عرسها؟ خبريني شو بيفرق معك هالشي؟ انتي ما تزوجتي؟ ما بقى تحكي هذا الحكي يلي مو منطقي أبداً، وركزي على حالك. حملك رح ينكشف بعد أيام، فكرتي شو رح تعملي؟ يلا خلينا نمشي. صاير معاها نوبة هلع ومتعرضة لانهيار، شكله صاير معاها شي موقف خلاها تدخل بهيك نوبات وتوصل لهالحالة. يعني هي رح تكون منيحة؟ ما في شي خطير، رح أوصف لها دواء بس. سمعتي خالتي؟ تعافت بعد ما تجاوزت كل شي، الواحد ما بيعمل هالشي مع عدوه. شو عملت ستو لأهان بكنتها؟ كيف ممكن يكون قلبها قاسي هيك؟ ليش كل هالشر؟ ليش بتحب الأذى هالقد؟ إشكي لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.